السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي ديزل. اليوم تصريحات رياض محرز، في تصريحات وين نقولوا باللي وين للجماهير مانشستر سيتي، وين قال لهم لدينا ما يكفي للتتويج بالدور أبطال أوروبا، وين يرى رياض محرز أن فريقه لا ينقصه شيء من أجل الفوز باللقب دور أبطال أوروبا، ويشعر أن الفريق السماوي يستحق الفوز بهذا اللقب الصعب. يعني ما بقى لهم صعيب، ما بقى لهم زرون، صعيب قلعوا لشبونة، قلعوا لشبونة، صعيب لشبونة خمسة في بلادهم الروتور، يعني غادي تكون مباراة شكلية. أنا أتمنى بلي غادي بالك غوارديولا يلعب لاعبين، يعني دوزيام ايكيب لو 9 مارس وقيلا يلعبوا، واه لو 9 مارس غادي يلعبوا، بلي بلي غادي تكون مباراة شكلية، وين نشوفوا بلي وين مانشستر سيتي وين راه مجند الكل متجند من أجل الفوز بالتشامبيونز ليغ. أنا تبان لي بلي غادي تروح لهم، يعني هذه هي الفرصة تاعهم الأخيرة تاع اللاعبين ديبرين رياض محرز، يعني بزاف لاعبين اللي عندهم هذه الفرصة تاعهم باش يفوزوا بالتشامبيونز ليغ. ورياض محرز باش ما ننساوش، رياض محرز راه كي نتكلموا على اللاعبين الجزائري الوحيد اللي راه مسجل 6 أهداف مقدم تمريرتين، يعني في التشامبيونز ليغ في المباريات تاع التشامبيونز ليغ. وين يرى رياض محرز أن فريقه لا ينقصه شيء من أجل الفوز باللقب دور أبطال أوروبا، ويشعر بأن الفريق السماوي يستحق الفوز بهذا اللقب الصعب. منذ أن تولى بيب غوارديولا مسؤولية تدريب السيتي في صيف 2016، وسيطر الفريق السماوي على كرة القدم الإنجليزية، إذ فاز بثلاث ألقاب للدور الإنجليزي وكأس اتحاد الإنجليزي وأربع ألقاب لكأس الرابطة، لكنه فشل في تحقيق دور أبطال أوروبا، يعني خاصة الموسم الماضي، وإن كان دائما يوصل الكاردو في هو إليمينا بزاف الكاردو فينال، مرتين بالكاردو فينال ومرة يعني وين وصل للنهائي. وقال رياض محرز في تصريحاته نشرها موقع ناديه: نحن فريق قوي للغاية، لاعبون يعرفون كيف يتعاملون مع الضغوطات، الوصول إلى نهائي دور أبطال أوروبا، لكنه نواجه أفضل سوف يعني نواجه أفضل فرق في أوروبا، لكننا سوف نواجه أفضل فرق في أوروبا. سيلعب سيتي لقاء يعني اللقاء العودة بعد من يعني وين لعب الدور 16 من النسخة الحالية أمام سبورتينغ لشبونة في البرتغال، وفاز عليه بخماسية كاملة، وستكون مباراة وسيلعب السيتي في ملعبه الاتحاد في الدور 16 من يعني في الدور مباراة العودة يوم 9 مارس، يعني من أجل الاحتفال بالمرور إلى الربع النهائي. أضاف أن نحن بحاجة إلى التعامل مع الضغط، هذا النادي يستحق الفوز بدور أبطال أوروبا، هذا ما يعمل من أجله هذا النادي، وهذا ما نحاول القيام به هذا الموسم. وتبع رياض محرز: منذ أن كنت هنا وإن فاز زملائي بكل الألقاب المحلية ولكن ليس دور أبطال أوروبا حتى الآن، وشدد: لسنا ملزمين بالفوز بدور أبطال، ولكننا نلعب كل عام راغبين في الفوز بها، إنها بطولة مرموقة، أفضل فريق في أوروبا تلعب فيها، أفضل فرق في أوروبا تلعب فيها، ولدينا لاعبين للقيام بذلك. وأتم رياض محرز: إنها منافسة صعبة للغاية، لكننا نحاول الفوز في كل مسابقة نتنافس فيها. تشوف لعاب يعني وين رياض محرز وين عنده طموحات كبيرة، يعني وين أبرهن بأن اللاعبين يعني اللي راهم النادي تاعو اللي راه معول، يعني واللاعبين وين راهم يحوسوا باش يفوزوا بهذا اللقب، يعني هما يحوسوا يفوزوا به، راهم يلعبوا من أجل الفوز بهذا اللقب.
سحق مانشستر سيتي مضيفه لشبونه بخماسيه اهداف نظيفه في مباراه التي جمعته مساء يوم الثلاثاء على البساط الاخضر للملعب، يعني الملعب لشبونه، لحساب ذهاب ثمن النهائي المسابقه دور ابطال اوروبا. ودشن الفريق الانجليزي شريط الاهداف بواسطه الجناح الطائر رياض محرز في الدقيقه السابعه، ثم اضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني مع حلول الدقيقه 17 قبل ان يوقع فوندين الهدف الثالث في الدقيقه 32 من تمريره حاسمه لرياض محرز. وكان فانيك رياض محرز كانت عنده يعني كان نقولوا بلي مفتاحيه في الدقيقه 17، وقبل نهايه الوقت الاصلي للشوط الاول بدقيقه واحده عاد سيلفا لاحراز الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، واختتم جناح الانجليزي بعد ذلك رحيم ستيرلينغ حصه الاهداف في الدقيقه 58. وباتت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا على أعتاب بلوغ الدور الثمن النهائي بهذه النتيجة في انتظار مواجهة إياب في 9 مارس القادم على أرضية الملعب الاتحاد بمدينة مانشستر. ويذكر أن السيتي خاض نهائي النسخة الماضية أمام تشيلسي وانهزم على يد مواطنه بهدف نظيف من تسجيل المهاجم الألماني، يعني شأن كيفاش كانت المباراة تاع النهائي، وخاصة وين المباراة اللي كانت شيقة، رغم أن كانت وين نقولوا باللي وين النهائي تاع الموسم الماضي، يعني وين شاهدنا خطة فلسفة تاع تاع فلسفة غوارديولا اللي خلات يعني السيتي ينهزم بطريقة يعني ما يعني طريقة اتصورش على بالك نهزم بطريقه يعني ما تجيش في العقل. على ذلك نقولوا بلي اليوم وين رياض محرز وين دائما وين اصبح اللعاب الذي يا ودي اشتغل يجعلك المهم حنايا كيما يقول لك رياض محرز وراه يقدم مستويات يعني مع النادي تاعو، وباعتراف من المدرب فانيك باعتراف من المدرب اللي خطره من هضر عليه، وين رغم ان كانت الابواق يعني تتكلم بان مشاكل بينه وبين رياض محرز ماشي، وانا كنت في الصيف من الناس ولا يقول لك بلي راح للبارسا، قلت لكم يا ودي ما كاش منها، مادام غوارديولا في مانشستر محرز يقعد في مانشستر تيدي مولاة الوذنين، محرز راه في مانشستر، محرز ماهوش غبي ولا جبان باش يسمع الناس أي يقول لك يقولوا لي خرج أيا نخرج أيا يا ودي، هو كان مليح مع السيتي ما عنده والو، أنتوما كنتوا تخدموا بهذيك الاسم تاع أرتيتا ما ضحكش، محرز غوارديولا ما ضحكش، غوارديولا يكره محرز، غوارديولا بيحطم محرز، غوارديولا من غوارديولا مازال راه مازال محرز يلعب، محرز لو كان يلعب، وغوارديولا راه مازال أونترينير، شكون الناس اللي تكذب؟ شكون اللي يضرب شكون راني شفناكم كاع الناس تقول لك غوارديولا دخل محرز محرز يلعب، ما كانش هذيك الهضره دروك محرز كي راه يلعب ليه، كانوا الناس قاضبينها يخدموا بها يروحوا للحيط يخلصوا من الحيط يخدموا بها، محرز ما يلعبش يعايروا غوارديولا، محرز يلعب ما يلعبش مليح يعايروا غوارديولا، محرز ما بانش يقول لك محرز بيروح يسني في ايكيب، محرز يبان يقول لك محرز ما خلاش غوارديولا يروح يتري ما خلاش، يعني كان والو صاحبي، مانشستر سيتي لازم تأمنوا بلي فريق كبير فريق تاع نجوم كيما كانت البارسا والريال، كيف غير نتوما مساكين تتخيلوا وتبغوا تبيعوا الاوهام الورديه للشعب، محرز محرز صدتوا الشعب كاع غوارديولا محرز، روحتوا غوارديولا محرز.
اي ها وير راه راه وير محل زي يلعب غوارديولا اونترينر محل زي يلعب وغوارديولا اونترينر عليك ما كاش مشكل كاع راكم تما غوارديولا قاعد يدير لكم عرف عرف كي حبه تاع الزيتون قاعد يشير لكم عرف عرف كي حبه تاع الزيتون كاش الهضره